السلام عليكم. بسم الله ودينا وعلى النبي صلينا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نهير زين ونهير جميل ومحلاه، شمس طالعة، ما فماش مطر، لكن شنو تحب منشفة؟ عاد كيك بان كيفاش نهبطهولك أنا فيه الماء؟ نمد لك وانت عبي من سبيل الوطني. تحب سطل وخيشه؟ اوكي باهي. حاسيلي نوردي يمشي يغسل الكهرباء، قلت خليني نصور لكم شويه. رد بالك بابا، رد بالك. اي يتفرج فيك القطوس يا نوردين. باش اغسل الكهرباء هنا. يا زينو يا عينو يا زينو يا كحلوتي، باش نتحتك نتوحتك نتوحتك. زين يا نار على روحي، يا نار يا نار، غير ما تمسح عليك انت، هاي اقعد تفرج على الناس. هاي هاي تلقفة، ما يمتع خدمة، ما يمتع خدمة. هاي البراسة، هاي رد بركة، هاي عطاني نجيب لك البراسة عندك انت، يلزمني باش نحل الديك باش نعطيك البراس. وين المفتاح؟ هذاك هو عندك انت هذاك ولا ليه؟ اوكي بالكش الفوق، استنى خلينا نشوف. واي باهي باهي، باش نرميها لك. ها نرميها ونجي. ها طيش في الوحده، خي خي تطيش في الكلاس. اي ما منشف انا وعيتها كيك، عملها بال سبيراتور في الاخر. خلي ارميها على حديد شي حدك، شكون باش يهزها؟ شري الاخرى. شريتك انت يا ومن تالي زاد باش تنظفها. سو باش تدور الكهرباء مال، على خاطر الباب قريب يولي من داخل الكهرباء. هيا يا لبنى، جا وقتك باش نتفقوا ونتقابلوا على القطوسة، خاطر تعرف انا مش اخر شهر نمشي لكندا، يلزمني قبل على الاقل قبل بجمعه ولا اكثر شويه باش نعطيهولك تتعود بيه قبل ما نمشي ونخليهولك انا. باهي يا بابا، يا بابا لحظه انا جيتك. باهي اوكي اوكي ساي. هكا هو يا لبنى اللي قالت لي باش تاخو، من متابعة اللي قالت باش تاخو ببيشة وتسكن في بومهل، كلمني اكتب لي في التعليق طبعا ونشوف وين انت كيفاش باش نتقابل، نجيك البومهل او كان فما تليفون نتصلوا بيك بالتليفون حتى لين نتفاهموا على النهار باش نجيبهولك ان شاء الله، وبعد نتقابلك نجيبهولك مع مره واحده، يعني نجيبهولك في يدي. لكن نقول لك راهو مستبرد وقاعدين نشربوا فيه في الدواء تو يعطس، شرينا له الدواء وكالعاده وبارك الله عليه، هو لاباس عليه ما مستبرد، نشربوا له مرتين الدواء. يا روحي سكرتها ولا مازلت انت؟ امان ما تنساليش الميكروووند، هبطها لي من الكهرباء تو ما هبطناهاش. انا تو قاعده نتفرج في كره قدم في مقابله المغرب، والمغرب رابحه واحد بلاش كيما تشوفوا هاكا مكتوبه، خاطر ما عندناش احنا الكيبل هذاك اللي نجمو بينك سبور ما نجموش نتفرجوا فيها خاطر ما عندناش. فالجزيره معدي الجمهور، جماهير من الدار البيضاء ومن بنور المغرب ومن قطر ومن طرابلس لبنان ومباشر زاده من غزه. يا لطيف يا لطيف، شنو صار يا لطيف؟ كاينو عدلو حسيلو، كان انا وببيشا اوكي يلعب ما بيني وما بين فتيات حسيلو. نور الدين خرج يقضي وتو حل، مشى يشوف في ثانيه، مشى يشوف في ثانيه وحده خاطر معاه واحد، ما مشيتش انا ومطر تصب باللطف البر، ما شاء الله مطر غزيره، ان شاء الله غيث النافع يا ربي.
زعما شنو ما احنا ما نعرفوش ما يكتبونيش خاطر ندير ضرب جزاء خاطر ممنوع باش يورونا حتى شيء مش كاتبين لهنا في الجزيره مش كاتبين يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب ان شاء الله المغرب تربح يا رب شوف كيفاش يسرع اعصابهم الناس لكن هو لحد الان واحد بلاش اكيد في دين المغرب ما دام وصلت وصلت للنتيجه هذيا وللدور هذيا دور ثم النهائي معناها تنجم توصل نصف النهائي والنهائي زاد ان شاء الله هذا من مباشر من بيروت شوف كيفاش الشعوب العربيه كيفاش تد قلب واحد حتى مش هما فريق ولا تو مش تونس ولا كل دوله مع المغرب توا كل دول العربيه يا رب يا رب ياي هاي شنو فما ضيعها يمكن ضيعها هما في حاله 100% ضيعها المهم يمركوش الاخرين واحد بلاش نعمه اما المهم يحافظوا عليها تتعارك معينا يس يس يا ولدي اخصش عام اما كان يجي الولد كان لبس علي اخص انا كلمته جاني تي برا عادي برا عادي برا عادي برا خلينا نتفرج في الكوره بالليل خطاني هاي عايش وليدي عايش وليدي يزي خطاني هاي قولي بيبيش شكون باش يربح المغرب المغرب اه صح المغرب قال بيبيش ايه المغرب احكي له انت دوده ان شاء الله يا رب اخص اش عامل اخص امان بليز 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 ضربني على فمي حياتي تضربت انت زادة ولا لي ضربت يعطك دودة يعطك دودة يعطك دودة نو نو اتس اوكي هاني عطيتك الماكلة هايك الماكلة هاي هذيا صاحب بيشة ايش هاي هذي صاحبت بيشة تلمع شفت مزيانة الغالب حطيت لها الماكلة برا هاي هان شعرت لكم الضوء برا برا هبتي لوتو مع ببيش يا ببيشة ندرو نمشي هاي برا هبط برا هبتي مع صاحبتك صاحبك برا يمشي صحاب هي شو ما بيضهم زين هذي انت نجي لهني نحط لها الماكلة هما اللي قلت لكم عليهم الماء نتاعها والكسكسي هاي جا ادخل ببيشة هاي ادخل ادخل يزي من الهومة هاي ادخل ادخل نستنى فين ودي ودي لتو ما جاء يا ربي تستر شفم زعم يا ربي يصفقوا عليهم الاخرين ينجم يكونوا كنا هجوم معاكس ولا هجوم ضايع يا ربي يظهر لي نور الدين جاء نحلك الباب هاي لحظة اوكي واحد بلاش لحظات الاخير مبين فيها لحظات الاخير خاطر الناس على اعصابها والله الحمد لله يا ولدي الحمد لله نشوفها الشوط الثاني ما يحطوش شنو قداش من دقيقه نشوفها انت شوف يا ربي الحمد لله يا رب تشوفها في اليوتيوب اوكي نسخن فيسبوك اوكي نسخن عشان ولا تكمل كوره ساعه تو نشوف سخن يبدا سخن تو نشوف تبي تبقي ديجا جمرت وانا لوحت خلينا نعاود نسخن شوي اخرى كهو الله اكبر الله اكبر الله اكبر شوف زوز شنو شوف زوز وحده سويدي زوز سويدي شنو عجبوك نتر وين صبت عليكم كل على ما شاء الله على تونس كامل برك اي معني خلطت عليكم المطر لا رحنا نصلوا في الجامع بل ما هي شفناها كيف وانا دخلنا للجامع يا شوف شوف المنتخب المغربي اول منتخب عربي وافريقي تاهل الى نصف النهائي في تاريخ كاس العالم حسيل ومبروك مبروك مبروك للمغرب مبروك للدول العربيه الكل مبروك مبروك على خاطر هذا فوز لكل العرب والمسلمين اول مره منتخب عربي افريقي يدخل دور نصف النهائي في كاس العالم فعلا او سو براود سو براود سو براود احنا فخورين جدا بكم يا مغاربه والفريق المغربي كل الناس نحبوكم نتمنوا ان شاء الله تعملوا حاجه في الدور النصفي النهائي علاش ليه الى الدور النهائي الى كاس العالم ان شاء الله سامحوني اليوم وليتكم كورجيه وحطيت لكم باش حبيتكم تعيشوا النشوه والفرحه اللي عشتها وفرحه كل الجماهير العربيه يلا نقول لكم
سامحوني المره هذه خاطر جبت لكم فيديو نتاع كوره وكوارجي، فما منكم يحبوش كوره لكن ما نتصورش الناس كل ما تحبش الفرحه، فرحه كبيره. يلا نقول لكم دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.